الناس أيها المستمعون عبر الأثير FM، أرحب بحضراتكم من هنا من عاصمة الميادين، من أركان وأقطاب هذا الميدان الكبير، في هذه التحديات المثيرة وهذه الانطلاقات الكبيرة التي تجمع شعارات أبناء القبائل في هذا الصباح، وتحديات أشواط سن الجذاع الشوط السادس. على بركة الله أعلنت انطلاقته واندفاعته ويحمل في طياته وكشوفات الجذاع البكار المهجنات، وتابع أول المراكز بلشه على الصدارة، بلشه على المقدمة، عتيق بن حمد بن قريع المري على أول التحديات، ينطلق مزعج المضمرين على صدارة الشوط المركز الثاني، وتابع شعار بن حليس يقدم لنا الظبي، حاضر بن سعيد بن عيسى الفلاحي على المركز الثاني وثالث المراكز، وتابع الصايلة سيف بن رملي بن محمد العامري من يصول ويجول مقدما لنا الصايلة على أرضية ميدان الوثبة، بينما رابعا وتابع انطلاقة سرابة والسالم بن حمد بن بخيت الخيالي وصل ليقدم لنا سرابة من تتسرب إلى المراكز الأمامية، ولكن وصلت موج 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 موج، وصل شعار علي بن فرج بن علي بن حمود الظاهري، وصل أحد الأسماء القوية الشعارات الكبيرة مقدما لنا موج، بينما أتابع في هذه اللحظات الاسم الواصل ووصول سلابة محسن بن علي بن نايف بن سرحان المري، تسلل إلى خامس المراكز، بينما سادس التحديات أتابع الاسم القادم ووصول عفو في هذه اللحظات، عفو على المركز السادس راشد بن محمد بن مبارك الخيالي، يتابع سابع التحديات وصول الواصلة وخلف بن سهيل بن براك المزروعي يقدم لنا الواصلة في هذه اللحظات، بينما ثامن التحديات أتابع شعار راعي صوغة، وصل العملاق العيناوي ليقدم لنا الطاغية عوض بن مظفر بن خبوشة العامري، وأتابع على المركز التاسع في هذه اللحظات وصول الدكتورة وشعار عزيز بن بخيت بن سعيد بن فطيس المنصوري، أتابع الاسم القادم على عاشر المراكز من تسللت من الجانب الدوني في هذه اللحظات الظبي مبارك بن سعيد بن دري العفاري، وصل مقدما لنا ظبي الفلا ورمز العطا مع المراكز الأمامية. أعود إلى الصدارة، أعود إلى المقدمة لأتابع الأمور، لأتابع التسللات، عفو عفو عفو، وانت والله انك كفو يا راعي عفو على المقدمة. راشد بن محمد بن مبارك الخيالي يقدم لنا عفو، وهي كفو وانت كفو، وثاني التحديات ثاني المراكز وصلت سلابة تريد سلب الناموس ولا شيء غير الناموس، محسن بن علي بن نايف بن سرحان المري، ولكن الظبي 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 أذعتها على المركز العاشر في هذه اللحظات، وفي رماشة عين تنطلق إلى المركز الأول الظبي الظبي الظبي، مبارك بن سعيد برميدان العفاري، وصلت الأسماء تحركت الشعارات، وتابع شعار وصل شعار هنا في هذه اللحظات لتنطلق هنا، وصل الشعار الصايلة 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 سيف بن رملي بن محمد العامري.
حي الله. وصل شعار البطين، وصلوا أبنائي عجايب لينطلقون مع الفايزة علي بن عبد الله بن محمد البطين المري، أحد الأسماء الكبيرة، أحد الشعارات القوية. 1200 متر يا أهل الجذاع، 1200 متر يا أهل البكار. ولكن أتابع أتابع، عفو 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 على المقدمة، راشد بن محمد بن مبارك الخيالي، الكيلو متر الأخير، كيلو والذهب واللي كسب. أنا أشهد أنه كسب، كيلو والتعب واللي تعب، أنا أشهد أنه تعب. أبناء وعجايب، أبناء وعجايب يفعلون العجايب. ولكن نعم، انطلق البطين علي بن عبد الله بن محمد البطين المري، المركز الثاني، الواصلة الواصلة على المركز الثاني في هذه اللحظات. وانطلاقة الدكتورة عزيز بن مخيت بن فطيس المنصوري، ولكن الفائزة، الفائزة يا البطين، الفائزة يا سالم، الفائزة يا علي، الفائزة يا نايف. يا سلام يا سلام، أبناء وعجايب هم أهل العجايب، أبناء وعجايب يفعلون العجايب. سلام للبطين، سلام للبطين مهما اختلفت أسماهم، سلام لأبناء عجايب. هذا الانتصار وهذا الفوز الكبير، سلام لعلي بن عبد الله بن محمد البطين، سلام. هذا الانتصار وهذا الإنجاز الكبير. المركز الثاني وصلت الدكتورة عزيز بن بخيت بسعيد المنصوري على المركز الثاني، والمركز الثالث في هذه اللحظات وصلت الدوحة بشعار علي بن خليفة بن رشيد السويدي، والمركز الرابع وصلت عفو راشد بن محمد بن مبارك الخيالي، وخامسا وصلت في هذه اللحظات هنالك انطلاقة الواصلة خلف بن سهيل بن براك المزروعي على المركز الخامس. لحظات التوقيت الزمني هنا مع الفائزة ووصولها بشعار علي بن عبد الله بن محمد البطين المري، والتوقيت الزمني 7 دقائق. إذن 39 ثانية، 9 أجزاء من الثانية كانت لحظات وصول وفوز الفائزة بشعار علي بن عبد الله بن محمد البطين المري، والمركز الثاني. وصلت الدكتورة إذن على المركز الثاني بشعار عزيز بن بخيت بن سعيد بن فطيس المنصوري، والتوقيت الزمني 7 دقائق 41 ثانية، 9 أجزاء من الثانية. تهانينا وناموس راعي الدكتورة على هذا الفوز المركز الثالث. وتابع وصول وشعار الدوحة علي بن خليفة بن رشيد السويدي 7 دقائق 42 ثانية، وجزءا وحيدا يتيما من الثانية. تهانينا وناموس لجميع الفائزين.